بعد 6 أيام من حلول الشهر الفضيل، يستمر الارتفاع في أسعار الخضر، الفواكه واللحوم بأنواعها في الأسواق، مما أثار استياء المواطنين. أما التجار يرجعون هذا الارتفاع إلى غلائها في سوق الجملة. الناس اللي راهم موجودين دركا يشروا الدجاج، بصح ما بقاش الدجاج كيما بكري، يجي يقول لك أعطيني كويس، أعطيني جوانح. حنا الغلمين نبيعوا كاين 140 كاين 150 و145 ترو شير بوغ القليل، ما يلحقش 18000 هي، ها طوماطيش 18000 سي ترو شير، البطاطا 10000 سي ترو شير، الولات 9500، الطوماط شاهد زوين، المعيشة غلات والله غلات ما لحقنالهاش. جمعية التجار والحرفيين أرجعت سبب هذا الارتفاع إلى الطلب الكثير للمواطنين مع بداية شهر رمضان المبارك من جهة، وسوء الأحوال الجوية في الفترة الأخيرة من جهة أخرى. هذا الارتفاع راجع أولا إلى الطلب الكبير خلال شهر رمضان مع بداية شهر رمضان على هذه المواد كما جرت العادة، وأيضا صادف مع سقوط الأمطار على معظم الأراضي خاصة الفلاحية، أن المحاصيل المتمثلة في الخضر والفواكه يكون يومي، لذلك يتأثر بسقوط الأمطار. خلال 48 ساعة القادمة إن شاء الله نترقب انخفاضا محسوسا في الأسعار تاع المواد الغذائية خاصة الخضر والفواكه واللحوم البيضاء. بين هذا وذاك يبقى المواطن وحده من يدفع فاتورة غلاء المعيشة.